هاتي خبريني روزا شو الشي اللي لقيتي؟ بصراحة فكرت كتير بهي الرحلة على دورنيس، بوفاة بابا وبيع الأرض وكتير شغلات تانية. وشو؟ ايه، وأنا سألتها لكارمن إذا في إلي أغراض قديمة لأني ماني متذكرة، وهي خبرتني إنه هدول موجودين بالكراج، ولقيت هذا الصندوق. لقيت فيها الورقة، شهادة وفاة، شهادة وفاة بابا، ومكتوب فيها هون إنه هو مات بسكتة قلبية باثنين أيار بالسنة 2006. كتير منيح. هلأ صدقتي إنه بابا مات بسكتة قلبية؟ وهلأ صار فينا نعلن عن الموضوع؟ لا ما فينا. وليش ما فينا؟ ببساطة لأنه أنا بدي أعرف شو اللي صار وليش بابا خبى عنا بيعت الأرض. هذا اللي لازم أعرفه. إيه بس قلي لي، شو الله جابرنا نفوت بهالقصة؟ شو متوقع إنك تلاقي؟ يعني فهميني. خلص قولي بابا مات وخلصت هالقصة. ما بس أنا ما فيني أعيش والله لحظة بدون ما أعرف شو اللي صار مع بابا. فهمتي شو عم قلك؟ وشو اللي رح تساوي؟ مو اللي رح ساوي أنا، اللي رح نساويه نحنا. أنا وإنتي لازم نشتغل على هالشي. أنا ما رح وقف ورح ضل حاول أعرف شو اللي صار مع بابا، وإنتي رح تساعديني. إنتي لازم تكوني معي. طيب مصرة إنك تعرفي كل شي وحابة إنك تنكشي ماضي بابا، مو هيك؟ إيه طبعاً بدي. أصلاً لو أنا ما لقيت هالصندوق وما شفت هاي الورقة كنت رح أعرف إنه بابا مات بسكتة قلبية. طيب جاهزة، معناها المهمة خلصت هلأ وصار معنا الجواب اللي بدنا إياه وهيك خلصت القصة. لا، ما معنا نص جواب حتى، ولسه لازم نعرف ليش هو باع الأرض. وانتي مانك خايفة إنه شو ما كان السبب هاد حتى لو بده يشوه صورة بابا والفكرة اللي أخدينا عنه؟ تخيلي مثلاً إنه بابا يكون شي نصاب أو غلطان أو أي شي، أو كان عنده شغلات ما فينا نعرفها أو شغل ممنيح. ليش الشغلات بس اللي عم تخطر عبالك؟ يمكن الرحلة على الماضي تجيب لنا ذكريات حلوة مثل هي. بابا هون مبين شي بطل حرب. شو حلوة هي، كتير حلوة بحضن ماما. ما عم بفهم انتي ليش ما قلك ولا صورة هون. يمكن تكوني انتي شقيتيها من وقت بطلنا نحكي مع بعض.